اخواتي واخواتي، مرحبا بكم في قناه شيبات مغربيه مع القيه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم كما كتشوفوا اخواتي، غادي نشارك معكم واحد الحريشات بالشوكولات، بودره الكاكاو ومحشيه لداخل بالشوكولات ديال الدهن. نتمنى اخواتي يعجبوكم، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. بسم الله على بركة الله، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، نبداو بالمقادير وطريقة ديال التحضير. عندي هنايا 4 ديال الكيسان ديال السميدة ديال الحرشة، العبار بكاس د العنبة، هاد الكاس هذا عبرت به. عندي 2 كيسان ديال الحليب دافئ مسخونش بزاف، كاس ديال الزيت نباتية، السكر على حسب الذوق، عندي 2 معالق كبار. هنا 2 معالق ديال بودرة ديال الكاوكاو، معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، نص معلقة صغيرة هنايا ديال الفاني، هنا عندي بودرة مجهدة اللي غير ديال الساشي، ديال الساشية كاملة. وهنا عندي خمارة ديال الحلوة. غادي نبداو بالطريقة. هنا بعدا غادي الأول غادي نغربل هاد الكاكاو، عندي شوية محبب ما يبقاش فوسط السميدة باين. السميدة راني غربلتها من قبل، عندي هنا 2 معالق ديال السكر حبيبات، كيبقى السكر على حسب الذوق، الا بغيتي تنقصي نقصي، نزيد واحد شويه، الا بغيتي تنقصي نقصي، بغيتي تزيدي على حسب الحلاوه، حيت غيتعمروا بالشكلاط من الداخل، ما خصناش نديروهم حلوين بزاف. نزيد هنا الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، واحد صاشي ديال خميره الحلوه، والفاني صاشي الفاني ولا الفاني بودرة، واحد شوية د الملحة، غادي نديرو الزيت هو الأول. غادي نبسوها كلها بالسميدة حتى تلبس كاملة بالزيت، عاد نضيفو الحليب 2 كيسان، يقدر يهز 2 كيسان، يقدر ما يهزهاش، يهز صغير كاس ونص على حسب السميدة واش كتشرب ولا لا. كيجيو هاد الحريشات رائعين، كيجيو مع الدراري هكا كيبغيوهم هكا للكوتي ولا للصباح ولا يديوهم معاهم المدرسة، كيجيو زوينين. صافي هي تشربت الزيت مزيان، دابا غادي نضيف الكاس الاول ديال الحليب ونخلط، عاد نشوف واش شحال غادي نزيد الحليب. بسم الله، الحليب يكون دافئ ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون، غير الجهد وصافي. شويه
صافي هذا هو الجهد، ما غنزيدش. غادي نخلطها مزيان ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق، وعاد نرجع نشكلوها باش نعمروها بالشوكولاته. صافي هذا هو، ما غنزيد شاي، نخليها ترتاح دابا صافي شويه باش نشكلوها. صافي هي شربات السميده، شكي ولات. هذا هو اللي شاط ليا من جوج كيسان ديال الحليب، ربع كاس هو اللي شاط. هنايا عندنا الشكلاط ديال الدهن، ولا ديروا طريفه الشكلاط على حسب اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم. غادي ناخذ شويه من العجين ديال السميده، حتى الكبر ديال الحريشات ولا الصغر كل وحده هو. ها غادي نديرهم على هذا القياس. شويه الشكلاط غادي نديرو هنا، غادي نغلق عليه ومنخليش الشكلاط كاع يبان باش ما يخرج ليناش في الفران ملي تكون كطيب. غادي ندوزوها في السميده، هاد السميده هادي اللي كندوزو فيها تكون شويه غليظه، ماشي بحال السميده الاولى اللي خلطناها، هادي كتكون شويه غليظه. غادي نبسطو عليها شويه ونحطوها في اللاطه، نزيد معكم حبه. نسدو عليها هكا ما تميبانش، ديك الشكلاط كاع ميبان. نبركو عليها غير شويه، ما نبسطوش بزاف، غير شويه. صافي على هذا الشكل هذا، نديروهم شويه متباعدين، ما نقربوهمش بعضياتهم. يمكن تعمروهم حتى بالجبن، حتى بالجبن كيجيو مزيانين، مثلث ولا مربع. صافي كنديروهم متباعدين على هذا الشكل هذا. انا الفران شعلت عليه راه كيسخن، غادي نكمل وندخلهم الفران، نديرهم في جهه تحتانيه. كنهضر على الفران ديال الغاز، نخلي العافيه فوق منهم حتى يتشقوا، عاد نردوهم باش يطيبوا من التحت. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا ديال اليوم، محشيين بالشوكولا، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين، كيعجبوا اكثر الوليدات الصغار حتى الكبار، ولكن الوليدات الصغار كاع الحاجه اللي متعلقه بالشوكولات كلهم كلها كيبغيوها. نتمنى اخواتي يعجبوكم وتجربوهم. غادي باقي سخانين عاد وي.
كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو عامرين بالشكلاط من الداخل وفتي رطب، ما قاصحين ما والو، كيجيو رائعين رائعين. نتمنى اخواتي يعجبوكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو آخر، وصفة أخرى بإذن الله.